تقول لي رأيك ما دام اتكلمنا على فرنسا وانجلترا. انت بتقول لي ان فرنسا ما قابلتش النهارده المنتخب اللي ممكن يصعب عليها الموقف. الماتش اللي جاي صعب بس طيب. فرنسا صعب على مين يا كابتن وانت اللعيبه دي موجوده؟ انا لا صعب يعني فرنسا وانجلترا صح؟ انت دلوقتي هتقول لي ان فرنسا هتعمل اللي عملته النهارده في بولندا؟ لا ما هو اكيد انا بطلع لدور ليفل تاني معلش مع والتانيين برضو طالعين برضو ان هم عندهم امل ان هم يوصلوا لقبل النهائي. وبعدين ماتشين انا شايف ان الكفه يعني بنسبه 5% 10% لفرنسا. انما المستوى مش ما فيش جاب واسع قوي يعني. في كرة في الشوط الاول لبولندا لو دخلت قلبت الدنيا. ما انا كنت بقول عبد الرحمن كرة كانت غريبه جدا منتخب البولندا. كرة زي دي لو دخلت هيقفلوا مساحات ويقرفوا الفرقه أيوة بتاع فرنسا. هيبقى الشكل التكتيك مختلف. ليه بقى؟ لان جايبين جول. وبعدين الفرقه دي دايما متعوده ان ايه؟ ان بتلعب دايما في مساحات. فانت جابوا جون فضيقوا عليك المساحات اتلطت زي ما حصل في ماتش تونس. لا بس ماتش تونس مختلف يا كابتن برضه ما كانش في دماغهم مريحين لعيبه في لعيبه برضه مش في يعني برضه يعني انت استنى بس عشان النغمه دي برضه انا ما بحبهاش والله فاروق يعني ما تقول لي يعني انت مثلا برضه لما جينا لعبنا بلجيكا ان هم مش هيلعبوا يا عم ده حاجه قبل كاس المنتخب المغربي راح مدي برضه نفس الوضع. يابا اسمعني بلجيكا وحشه بلجيكا خلاص يعني ماتش المغرب ده بياكد لك ان هي فرقه حرام كانت توصل يعني لو ماتش فرنسا تونس يا كابتن هيصعد فرنسا تونس هتكسب فرنسا لا بالظبط انتوا برضو مش قادرين تفهموا مستحيل انتوا مش قادرين الجول لما دخل هم قفلوا ما هنزل امبابي حصل لعب اخر تلت ساعه ولا نص ساعه مظبوط. لا بس لا كان ضغطه وجريزمان جابوا كام جول نزل امبابي وجريزمان وديمبلي جابوا كام جول هم جابوا جول وما اتحسبش الاخير يا راجل رجع من الاوفسايد ماشي ما انا طب ما بقى تونس جاب الجون برضه ما اتحسبش واحنا جوه المهم المهم انا عايز اقول لك ايه ان الفرق لما بتقفل على الفرق اللي هي واخده عنك تلعب وبتهاجم والجيم بيبقى مفتوح والكلام ده بيبقى الموضوع صعب. ما انت خسرت واحد طب انت لجأت ليه لامبابي وجريزمان والناس الثانيه اللي كانت قاعده على الخط لجأت لهم ليه؟ عشان تتعادل صح مش ما انا بطل العالم مش عايز يبقى شكل وحش بس دول لو كان عندهم وقت اطول كان الموضوع بالنسبه لهم ماليش دعوه بقى وقت اطول وانا انزل على طول برضه في فرقه بتلعب قدام طب استنى احنا قلنا دول طب والناس بقى اللي هي لعبه اللي انت بتقول عليهم اللي هم ايه بيلعبوا الاحتياطي وفي حاجه اسمها احتياطي خد بالك ده مفيش بنزيما مفيش كابتن فرقه كويسه فرقه الصف الثاني فرقه ممتازه وكل حاجه ما حدش اعترض والله طيب يبقى المفروض تنزل عشان تحرج الراجل عشان ان انا اجي في الادوار اللي بعد كده احجز دور واحجز مكان